دكتور إيفان، هل تتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة مباشرة وجها لوجه أمام روسيا دفاعا عن أوكرانيا؟ في بداية هذه الحرب بالطبع كان لدى الأوكرانيين توقعات عريضة وطموحة للغاية، وأظن أننا حتى طلبنا من الولايات المتحدة مثل ما طلبنا من شركائنا. ولكن وأصدقك القول، بعد 8 أشهر من هذه الحرب نحن تفهمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة. ما الذي تعنيه لن تتدخل مباشرة؟ ما الذي تعنيه بهذه الجملة، كلمة مباشرة؟ كيف ستتدخل إذن؟ أعني بكلمة مباشرة أن جنودهم لم يكونوا على ساحة المعركة. نعم، يمكن المشاركة بالتسليح، وهذا دعم غير مباشر. عندما يكون لديك الكثير من القوات العسكرية من الولايات المتحدة، فهذا بالطبع يمثل دعما للأوكرانيا، وهذا قد يضرب موازين القوى على الساحة الأوكرانية، وهذا يمكن قد يغير من قواعد اللعبة. والآن وبفضل هذا الدعم من الولايات المتحدة ومن دول أخرى، فإن أوكرانيا الآن يمكنها أن تحافظ وتسعى للمحافظة على سلامة أراضيها. غدا سوف يكون هناك الكثير من الجنود الأمريكيين وربما الأوروبيين لإنهاء هذه الحرب، ولكن الأمر يعتمد على موقف روسيا وسياسة روسيا. ذلك لأنه عندما تقول روسيا أنها لديها حرب مع الولايات المتحدة وأن روسيا ليست لدينا حرب مع أوكرانيا، ولكن هناك لم يكن هناك أي جندي أمريكي على الأرض، ففي بعض الأحيان تشعر وكأنها حرب ضد روسيا بسبب تصريحات روسيا الخاطئة.